السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا بناتي؟ يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال. النهاردة ان شاء الله جاي لكم فيديو جديد ووصفة جديدة. وصفتنا النهاردة سهلة وبسيطة، وفي نفس الوقت ان شاء الله تنزل معانا الدهون بطريقة كويسة جدا. مهما كانت الدهون مستعصية ما بتنزلش، او مهما كانت عنيدة، ان شاء الله الوصفة بتاعتنا دي هتنزل كل الدهون المتراكمة في الجسم، سواء كانت في الكرش، في الاجناب، اي منطقة فيها ترهلات، فيها دهون، ان شاء الله الوصفة بتاعتنا اللي احنا هنعملها دي هتشد الجسم وهتنزل كل الترهلات اللي في جسمنا. تمام، نسمي الله ونحط لايك كده للفيديو، واللي لسه بيشوف قناتي يعمل اشتراك للقناه، فعلوا الجرس ان شاء الله علشان يوصلكم منه كل جديد، شيروا الوصفه علشان الوصفه بتاعتنا دي النهارده مهمه وكويسه جدا وتستاهل ان انتوا تشيروا. ان شاء الله الوصفه اللي انت هتشوفوها معايا ديت يعتبر حصري، وباذن الله هتجربوها وتشوفوا النتيجه بعينكم، وباذن الله هتكتبوا لي في الكومنتات ان هي جابت معاكم نتيجه كويسه جدا. مبدئيا كده بنات، الوصفه اللي احنا هنعملها النهارده ديت ده ان شاء الله بتسد الشهيه معاكي، ومش هتحسسك لا بجوع ولا هتحسسك باي حاجه طول النهار. طول النهار هتحسي ان انت شبعانه، نفسك مسدوده، مش عايزه تاكلي. لو انت عندك شراهه جامده على الاكل، او نفسيتك مقبله او على الاكل، الوصفه دي هتقلل شهيتك جدا ومش هتخليكي تاكلي بزياده. تمام، نفس الوقت الوصفه اللي احنا هنعملها ديت ده هتنزل كل الميه الزايده اللي في جسمنا، هتنقي الجسم من السموم كمان مضره للبول. يعني معنى كده لو احنا جسمنا في ميه بزياده، في اوقات كتير يا بنات اللي في ناس كتير بتبقى التخن بتاعهم دوت او زياده وزنهم دوت ده بيبقى ميه، فاحنا ان شاء الله الوصفه اللي احنا هنعملها دي هتنزل كل الميه اللي في جسمنا اللي هي الزايده. تعالوا بقى كده نتعرف على اول مكون معانا. دي طبعا اللي احنا هنغلي فيها المكونات بتاعتنا. تمام، تعالوا بقى كده نشوف المكونات بتاعتنا عباره عن ايه. يا جماعه اللي انتم شايفينه دوت عدس، محدش يستغرب بقى يقول ايه دوت الوصفه دي والحاجات ديت، لا دي عدس. العدس دوت احنا بننقيه كويس وبننضفه، عشان طبعا هنشرب الميه بتاعته زي ما قلت لكم في بدايه الفيديو خالص. العدس ده بنات ده بيسموه عدس بجبه، او العدس الاحمر، مش العدس الاصفر اللي هو بتاع الكشري والحاجات دوت، لا انا هجيب لكم العدس الاصفر. يمكن انت تشوف واحده دي معايا، دي العدس الاصفر اللي هو ايه احنا بنعمل بيه الكشري والحاجات دي كلها، لا دوت احنا مش هنحتاجه. اللي احنا بنحتاجه العدس اللي هو البني دوت اللي انتم شايفينه دوت. تمام، هو بيبقى لونه بني كده، احنا بنقول عليه بقى عدس بجبه، معرفش بقى في اي دول تانية بيقولوا عليه. تمام، ده اللي احنا هنحتاجه النهارده. انا هاخد منه 3 معالق كده، لان طبعا انا النهارده هعمل 3 كوبايات، لكل كوبايه معلقه. انا هاخد حوالي اهو ده كده اول معلقه، دي تاني معلقه. وقلنا يا بنات العدس بيكون متنقي ونضيف علشان يبقى نضيف معانا واحنا بنستعمله. دي كده التالته معايا، خلاص انا كده خدت 3 معالق من العدس. خلاص هنركن الباقي ده كده على جنب بقى دلوقتي، وهقول لكم هنعمل ايه. قلنا طبعا العدس ده بيتغسل كويس جدا قبل ما بنغليه او قبل ما بنستعمله. تمام، تعالوا بقى هنعمل ايه بعد كده. هناخد 3 كوبايات ميه، ده كده زي ما انتم شايفين اهو، ده كده اول كوبايه، ده كده ثاني كوبايه اهي. هناخد كمان كوبايه، لان انا محتاجه في الوصفه بتاعتي 3 كوبايات. ده كده يا بنات انا جهزت الوصفه بتاعتي اهيت، العدس طبعا على 3 كوبايات ميه وانتم شايفين. بعد كده معايا الليمون، ده يا جماعه الليمون طبعا الليمون مغسول ونضيف برده، هاخد ليمونتين 2 بالشكل ده كده، هنقطعهم قطع صغيره على اساس ان انا هاخد الليمون بالقشر بتاعه. تمام، هاخد الليمون هقطعه كويس جدا ترنشات كده اهوت، هناخد اول ليمونه كده اهوت هقطعها ترنشات او اربع زي ما انت عايزه، المهم عندي يكون مقطعه حتت بالشكل ده كده. لو انت بتتحسسي من الليمون ما تكتريش، ممكن تعملي ليمونه واحده بس كفايه. تمام، ده كده الليمون بتاعي اهوت، هنحطه على العدس. بالشكل اللي انتم شايفينه ده، بعد كده هنحطه على النار. يعني هنا
العدس بالميه بالليمون، هحطه على النار يقعد يغلي حوالي 10 دقائق ربع ساعه زي ما تحبوا، يعني لغايه ما احس ان اللون بتاع العدس دوت بقى بني، اداني اللون البني لان دوت اللي انا محتاجاه. تمام، هنحطه على النار وهتشوفوا اللون معايا، تعالوا يلا نشوف كده مع بعض. بس خلي بالكم احنا في مكون لسه ما حطناهوش، المكون ده هنحطه بعد ما يغلي الليمون مع العدس، لان ما ينفعش ان انا احطه دلوقتي مع الليمون مع العدس. تمام، تعالوا بقى نغلي كده مع بعض ونرجع لكم تاني. وده كده يا بنات بعد ما عملناها على النار سيبناها كده حوالي 10 دقائق ربع ساعه، زي ما انتم شايفين اللون بتاعها بدا ان هو يتغير، بقى اللون البني زي ما انتم شايفين كده، وده اللون اللي انا عايزاه. تمام، طيب بعد كده هنعمل ايه؟ انا هسيبها تستهدى شويه كده، يعني تبرد شويه بس ما تكونش برد قوي، يعني تكون دافيه شويه كده. بعد كده انا معايا البقدونس اهو، حزمه كده من البقدونس زي ما انتم شايفين في قلب الميه مع المكونات بتاعتي كل ده بالشكل اللي انتم شايفينه دوت اهو. طبعا البقدونس بيكون مغسول وكل حاجه عندنا بتبقى مغسوله على اساس ان احنا هنشرب المكون دوت. بسيبها برده كده حوالي يعني 10 دقايق ولا حاجه لغايه ما تبرد معايا، وهنغطي عليها بالشكل. بعد بقى ما نحس ان هي بقى بدات تبرد معانا او تدفى معانا بالشكل ده كده، هي طبعا لسه سخنه شويه، بنقوم مصفينا. بس عايزه اقول لكم حاجه يا جماعه، البقدونس ده كويس جدا، يا ريت كلكم على طول تستعملوه، حتى لو انتم مش حابين ان انتم تستعملوه في الوصفه ديت اعملوه كمشروب واشربوه، ده هيبقى كويس جدا. على عصره ليمونه ده هيبقى ممتاز جدا. ليه؟ ده يا جماعه البقدونس زود ده بينقي الجسم من السموم، بيضر البول، يعني الجسم اللي هو بيبقى مليان ميه اللي بيبقى زايده في قلب الجسم دوت. طبعا في اجسام كتير زي ما قلت لكم في بدايه الفيديو خالص بيبقى الجسم بتاعها مليان ميه، فالبقدونس ده بينزل كل الميه وبينزل كل الحاجات ديت وبينزل كل السموم من الجسم، علشان كده احنا دخلناه في الوصفه بتاعتنا ديت النهارده. طيب بعد كده احنا هنعمل ايه؟ خدوا بالكم انا برضو ما قلتلكوش ان العدس دوت ده فيه الياف، عشان تكونوا عارفين العدس ده فيه الياف، الالياف ديت ده بتحسسك بالشبع، ما بتخليكيش ان انت جعانه طول اليوم، حتى لو انت الشهيه بتاعتك مقبله قوي على الاكل ده بتقلل الشهيه جدا، بتخلي دايما شهيتك مش مقبله على الاكل، فبالتالي ده يعني مره في مره بيخسسك، بيخلي دايما بيخلي المعده بتاعتك يعني بدل ما كانت يعني الشهيه بتاعتك تبقى مفتوحه قوي او المعده بتاعتك يعني مفتوحه قوي وبتقبل كميه كبيره من الاكل، بتحس ان انت بعد ما بتاخدي المشروب دوت جربي بس حوالي 10 ايام بالظبط، هتبصي تلاقي المعده بتاعتك بدات ان هي تكش شويه بشويه، بعد ما كانت بتاخد كميه كبيره من الاكل هتحس ان هي بدات ان هي تاخد كميات قليله، انت ذات نفسك شهيتك مش هتبقى مقبوله على الاكل. تمام، تعالوا بقى كده نصفيه ونقول لكم بيتاكل امتى. انا معايا المج بتاعي اللي انا طبعا يعني المج دوت بياخد حوالي 3 كوبايات. تمام، فانا هنزل كل المكونات بقى دلوقتي، ده كده انا هنزل كل بقى المكونات في قلب المج دوت وهستنى على ما يهدى شويه. تمام، انا كده دلوقتي صفيت كل الحاجات اهي في قلب المج بتاعي، بس انت لو انت سبتيه يعني سبتيه فتره بس كده لغايه ما يهدى خالص ويبرد معاك خالص ده بيكون احسن وافضل. انا دلوقتي عندي حوالي 3 كوبايات، طيب هناخدهم امتى؟ ده يا جماعه اللي هناخد اول كوبايه على الريق. ليه؟ لان اخدناها على الريق بيبقى افضل، ما بيخليش ان انت يعني ايه دايما شهيتك مقبله على الاكل، اما بتاخدي الحاجه دي على الريق بيكون افضل واحسن. هناخدها مره قبل الفطار، مره قبل الغداء، مره قبل العشاء، كل مره هناخدها قبل كل وجبه بنص ساعه. دي بقى على حسب رغبتك انت تاخديها بارده او سخنه، ده على حسب رغبتك انت. الناس اللي هي بتحب ان هي تشرب المشروب دوت بارد ممكن تعمليه وتبرديه وتحطيه في الثلاجه بتشربه منه قبل كل وجبه بنص ساعه بتشرب له كوبايه. في ناس طبعا اكيد هتسال هتقول طبعا نشربه بارد ولا نشربه دافي، على حسب رغبتك انت. في ناس بتحب المشروب بيكون دافي شويه يعني الصبح كده ولا حاجه ممكن تشربيه دافي مفيش فيه اي مشكله خالص، وفي ناس بتحب ان هي تشربه كده ساقع في الثلاجه ممكن تعمليه وتبرديه خالص وتحطيه في الثلاجه قبل كل وجبه بتشربي له كوبايه. تمام، يعني كل يوم هعمل 3 كوبايات واحطهم عندي في الثلاجه او احطهم في مكان تاني يكون في جنب كده ومتغطي، قبل كل وجبه بشرب منه كوبايه على الريق. تمام، قبل الغداء، قبل الفطار، قبل العشاء، المهم يكون قبل كل وجبه بنص ساعه، ده علشان ينظف الجسم بتاعك من السموم، بينزل معاكي الدهون، بينزل معاكي الكرش.
تمام. اتمنى يا رب يكون الفيديو بتاعنا عجبكم، ولو عجبكم ما تبخلوش عليا بلايك وشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.